السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ نصيحه لزوجه النرجسي. انت واحده من الناس اللي ربنا اتكلم عنهم في القران وعلمهم في القران وقال لك زكي نفسك، يعني اتغيري، وقال لك اتعلمي، يعني اتعلمي ازاي تربي عيالك، ازاي تكوني زوجه، ازاي تتعاملي مع نفسك، ازاي تتعاملي مع الناس اللي بتظلمك، ازاي تاخدي حقك كده يعني، واعرفك حقوقك واعرفك مسؤولياتك. وزوجك برضو النرجسي نفس الحكاية، هو برضه واحد من الناس اللي ربنا ذكرهم في القرآن وقالك تعملي معاه ايه، واداكي الحرية الاختيار وطمنك وقالك ان اي قرار هتاخديه هو خير. يعني لو حبيتي تصبري عليه وتكملي عشان خاطر العيال قولك ده كويس، انت كده ماشية مظبوط. برضه في سورة التغابن، يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. اهو يا ربنا بيقولك ان ممكن يبقى ليكي ابن او بنت او زوج عدو، يعني بينقرك، بيأذيكي، مش بيديكي حقك، مش بيتحمل مسؤوليتك، بيتصرف كأنه عدو، لو النرجسي يعني. فربنا بيقولك سيبي، لا بيقولك ايه، احذري بس، خدي بالك، يعني خدي بالك من فلوسك، خدي بالك من مستقبلك، امني نفسك، اعرفي ازاي تدافع عن نفسك، خليك قوية عشان محدش يعني يستضعفك. بيقول خدي بالك، وإن تعفوا وتصفحوا، وإن يعني ساب لك حرية الاختيار، ما لكيش ولازم تعفي وتصفحي، ما قالش لازم ما تهديش البيت، ما قالش، هو ربنا سابنا براحتنا خالص. وإن تعفوا يعني لو حبيتي وعندك طاقة نفسية إنك أنت تسامحي ابنك اللي على صوته عليكي بس يعني مع تربيته، وتسامحي جوزك اللي أخطأ في حقك وقالك كلمة جارحة في يوم من الأيام وتعديها وتقولي يعني إيه المسامح كريم، ما هو ياما برضو عمل حاجات كويسة، وتصفحي يعني وتغفري، فإن الله غفور رحيم. يعني ربنا بيقولك زي ما هتعملي معاهم ربنا سبحانه وتعالى هيتعامل معاكي. طيب لا، أنا اتعامل فيا كتير ومش قادرة لا سامح ولا عفو ولا عمل الكلام ده وما عنديش طاقة للكلام ده، خلاص ربنا بيقولك برضو براحتك. يعني لو كان قرارك انك انت تسيبي خلاص وتهجي خلاص وتسيبي العيال كمان، شوفي برضو ده خير. في سورة التوبة، وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يعني لو سبتي تفرقته، ايه بقى ربنا بقى بيقولك؟ بلاش بلاش التفرق يا جماعة، ما تهدوش البيوت يا جماعة، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق يا جماعة، لا مش الكلام ده. ما ربنا بيقولك ايه؟ لو سبتي، لو سبتوا بعض ربنا سبحانه وتعالى هيغنيكي وهيغنيه، يعني هيرزقه باللي تناسبه واللي تستحمل طبعه، ويرزقك باللي يحبك ويتعامل معاكي بطريقة أحسن. لازم تعرفي برضو يعني إن الستات والرجالة كلنا بنعاني حتى الأطفال. في سورة الفرقان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن إحنا في احتمالية ان احنا نأذي بعض هتبقى موجودة، لاني برضو انا لي احتياجات وجوزي لي احتياجات، انا عندي مخاوف وجوزي عنده مخاوف، فبالتالي هو لو اتصرف كده بتلقائية شوية وامن نفسه من بعض مخاوفه ده ممكن يتعارض معايا انا ومع مصلحتي ومع احتياجاتي، يعني نحصل ان احنا نأذي بعض شوية. ممكن انا اختار نفسي برضو في بعض الامور وهو ما يكونش مبسوط من اختيارك يعني لمصلحتك، فيزعل فياخد جنب فيبتدي بقى يعني يعاملك المعاملة بالمثل وتبتدي المعركة. فيعني الموضوع المعاناة ده ما تقفيش عنده، لان انا بلاحظ ان في يعني ستات ورجالة اكيد يعني، بس انا اللي اعرفهم الستات يعني بيشتكوا كتير قوي، يعني لو وقفت شوية في اشارة تقعد تقفقف كده، لو الدنيا حر تقعد تتقفقف كده، ده حتى لو الباب يعني جت تقفله ما تقفلش من اول مرة، تقعد تقولك يا دي الباب اللي مش عارفة عامل ازاي، ولو دست على التكييف ما اداش يعني درجة الحرارة المناسبة السريعة اللي في الوقت اللي هي عايزاه، يا سلام تقعد برضو تقفف وتشتم في التكييف وفي اللي عمل التكييف. فيا جماعة ده انت بتجلبي الشر لنفسك من غير ما تحسي. القفافة دي غلط، يعني مش كل ما اشوف مشكلة اقفف، لا امال اعمل ايه؟ اصبر استحمل اقول ده عادي. هو انت فكر نفسك فين؟ يعني في جنينة؟ لا انت في الدنيا، فالدنيا فيها مشاكل وفيها عقبات وفيها حاجات كويسة وفيها حاجات وحشة وفيها سهولة وفيها صعوبة، يعني فيها تنوع. يعني ربنا مش ربنا سبحانه وتعالى مش مخلي حياتنا كلها على وتيرة واحدة ولا اليوم كله على وتيرة واحدة،
ولا عمرك كله على وتيرة واحدة، يعني في ليل ونهار، في حر وفي برد، في ناس طيبين وفي ناس أشرار، في خير وفي شر، في أيام كويسة هتمر عليك وفي أيام مش كويسة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني فترات ومراحل. فلما تجيلك أيام الرخاء احمد ربنا، ولما تجيلك فترات الشدة استحملي واصبري، قولي لنفسك هي هتعدي، لو ما كانتش هتعدي هي لوحدها أنا نفسي اللي هعدي وهموت. فيعني لو أنت عندك بقى مشكلة كده مع الزوج النرجسي، مشاكل عادية اللي هي طبيعية، يعني اختلفنا في الرأي، قلت حاجة فهمها غلط، هو قال حاجة أنا سأت الظن فيه، كذب عليا، سوء خلق بقى علينا صوتنا على بعض، يعني كلامنا مع بعض بأسلوب يعني مفيش فيه ود مفيش فيه حب، ده وارد جدا عادي جدا، انت جاي من بيئة وهو من بيئة، تليكي طبعك ورا طبعه، ممكن يحصل حتى انت تصري عليه وهو يأثر عليكي، يعني احنا بشر يعني عندنا قدرة على التغيير، وممكن يعني نتأقلم، وممكن ساعات ما نعرفش نتأقلم يعني، وكل يوم بقى بتشوفي زوجك يعني هو مش احيانا بتشوفيه، فممكن تفرت مني كلمة، ممكن يفرت منه كلمة، مش عايزين نقف لبعض على واحدة. فتتقبلي اللي هي الحاجات اللي هي ما بتتكررش، مواقف كده هو بان فيها انه نادل يعني، فاهمة؟ بس هي مرة بس، بعديها عمل تلات مواقف حلوين، خلاص بقى مش هينفع نقف عند الوحشة دي ونقف بقى، ولا انا هنا واقفة بقى اه اذا هو بقى ونقعد نحكم عليه، لا هي باكج كده، عارفة انت يعني ايه هو احسن واساء، ولا على طول احسن ولا على طول اساء، ما اظنش ان في حد يعني طول الوقت بيحسن، يعني اكيد احنا كلنا ساعات بنحسن وساعات بنسيء، ممكن بس واحد فينا يكون غلط بزيادة عن غيره، اه في كده، حتى ده كمان يعني محتاجين نتقبله، يعني هو نفسه مش عارف يظبط نفسه عادي، يعني مش عارف يعني يسوق نفسه صح، فمحتاج برضو الناس اللي حواليه معلش يكون بالهم طويل شوية معاه، ويصبروا عليه ويعلموه وياخدوا معاه أساليب اللي تصلح لإصلاحه مع تقبله يعني. فاختلاف طبعا يا جماعة أخلاقنا بيعمل لنا المشاكل الصغيرة دي، وممكن مشاكل طبعا تكبر، بس يعني طيب أنا مشاكلي بسيطة، مش هقولك يعني مشاكلي يعني جامدة بقى وبيضربني كل يوم ولا بيسحلني كل يوم ولا مش عارفة ما بيصرفش عليا ولا على الأولاد وإهانات وشتم وضرب وشلاليت والكلام اللي احنا نسمعه ده، يعني مشاكلنا مشاكل بيوت عادية، كل ما أقول كلمة مش طايق لي كلمة، كل ما صرف تصرف لا أنت كنت غلطانة، كل ما أعمل حاجة يقول لي شفت مش عارفة مين بتعملها أحسن، عارفة أنت النفسية دي، دي مشاكل تعتبر من المشاكل يعني البسيطة، يعني مثلا ما بيهتمش بيكي، ما بيديكيش الحب يعني اللي انت كنت متوقعاه، ما بيتكلمش معاكي زي ما كان نفسك يعني يعمل معاكي، ما بيهديكيش زي ما انت كان نفسك ان زوجك او كنت يعني متوقعة العالم الوردي ده، يعني لا ما بيحصلش، والكلمة الحلوة اللي كنت متوقعة منه لما مثلا تلبسي او تعملي حاجة ما لهالكيش، دي تعتبر يعني مشكلة كبيرة كده اقف عندها بقى وكده، لا ما مش مستاهله، دي من المشاكل البسيطه يعني، يعني ايه حلها؟ في سورة طه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، يعني اقعد كده يا ابو فلان انا عارفه ان انت راجل طيب وراجل خير وبتعرف ربنا، وانا بس كده اللي انا هقوله لك ده كلمتين كده تذكره بس، ده مش معناه انا احسن منك ابدا، انت احسن بكثير وانت مش محتاج ان حد ينصحك، بس انا يعني ايه يعني زي ما تقول كده عايزة أذكرك بحاجة أنت بس غافل عنها، هي إن أنا ست، معلش أنا عارفة إن الحياة بتخلي الرجالة شوية تنسى إن إحنا ستات، معلش وإحنا برضو بنعمل حاجات يعني صوتنا بنتكلم بقوة كده يعني، فمعلش ساعات برضو بيصدر مننا تصرفات يتخلي الرجل ينسى إن إحنا ستات أصلا يعني، فابتدي يتعامل معاك كند، فإحنا عايزين نذكره بإن إحنا ستات، بان احنا بنتكلم برقه وبصوت واطي شويه وما بنجدلش كتير وبنزعل كده بنزعل برقه يعني، فاهمه ازاي؟ عايزين شويه رقه كده طيب، ونقول له انا عارفه ان ايه ممكن يكون بزعلك بس معلش يعني نتحمل بعضينا، بلاش الطريقه دي وبلاش وانا زعلانه من بلاش يعني وكذا والكلام ده، عارفه انت وتعرف بقى سني ولا تعرف مرحله اللي بمر بيها وتعرف بالعيال وتعبني، يعني كلام معاه بالراحه، إذا اتكلم معاكي بالراحة أهلا وسهلا، زي ما اتكلمش معاكي بالراحة زعلي، مش تزعقي ماشي، مش تنهاري وتتعصبي وتشوفي ان ده مبرر لسوء خلقك، وتشوفيش ان ده مبرر لانك انت بقى بصي بقى انا جايه اكلمك لا اهدي بس استنى بس لسه ما تستعجليش قوي على رد الفعل العنيف ده يعني، لا بصي يا جماعه بصي الزوج ما ينفعش يتعامل بالطريقه دي ماشي،
مبدئيا كده يعني. يعني ممكن السواق الميكروباص ولا حاجه كسر عليكي في اشاره يا ستي كلميه بالطريقه دي، ها تجاوزا يعني، ولو انا خايفه عليك ينزل لك يعني. بس يعني الزوج بقى اللي قاعد معانا بقى ده بيصرف علينا، ده ما ينفعش نتكلمه بالطريقه دي، لازم نحترمه. يعني من فضلك يا فلان، لو سمحت يا فلان، ارجوك يا فلان، انت ليك معزه كبيره عندي، انت وانت وانت وانت، بس انا كنت زعلانه من كذا وكذا. شوف انت لسه امبارح مخرجني ومفسحني، ربنا يبارك لك. وهو كل حكايه وداكي تشربي عصير يعني، وما كانش قصدها اصلا. شايفها ايه يعني؟ شويه يعني ايه، نعدي لبعض. هتقولي ما بيعديليش بقى ونخش في القصه زي اللي عدي انت، ماشي؟ مش عايزين نخش في قصه اصل انا بعمل وهو ما بيعملش. لا سيبي هو ما يعملش، احنا مالنا، احنا مالنا واحنا اللي هنحاسبه؟ لا احنا هنعمل عشان احنا ربنا بيحبنا نعمل. بصي في سوره آل عمران، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يا ستي يكفيكي ان ربنا بيحبك لما تنفقي على زوجك واولادك من النفقه الزائده اللي عندك، حتى لو هو ما ينفقش. يا ستي ده انت ربنا يحبك لما تستحملي الراجل ده شويه، ما هو برضه من باب حسن العشره، مش بس ان انا عاملك كويس، لا كمان اصبر على الاذى اللي بيجي منك، ده من حسن العشره يعني. مش تقولي بقى اصل انا اهتميت وعملت بس بقى، الا انه يدوس على طرفي بقى، ولا الا انه يقول لا هيغلط وانا بغلط وانت بتغلطي وكلنا بنغلط، ماشي؟ لازم في حته تغافر وتسامح للزلات دي. والعافين عن الناس دي براحتك برضه، يعني لو انت حابة انك انت تخشي في اللي ربنا بيحبهم بانك انت تعفو وكمان تحسيني، ده ربنا يحبك قوي. طيب مش قادرة، عادي جدا، العين بالعين بقى والسن بالسن ويعني والجروح قصاص، وخدي حقك وان شاء الله تبلغ البوليس. يعني ما فيش لوم عليكي، براحتك، الامر يخصك، وما فيش حاجه اسمها هو اللي وصلني لكده، لا انت اللي خدتي القرار بده. يعني قرار العفو ده قرارك، قرار الانتقام واخذ الحق قرارك، ما تدخليش حد فيه خالص. طيب الراجل اللي هو يعمل لي مشاكل بسيطه، ومشاكل انا بسيطه مع زوجي مش حاجه ضخمه يعني، بس يعني برضه بيكررها، اه بيعتذر، اه بيقعد يصالحني، اه ساعات بيقوم بقى يرمي لي كده كلمه حلوه قال يعني تعدي، يعني هو نرجسي يعني كل صفات النرجسيه فيه، بس برضه عنده ساعات تقات كويسه، فانا متلخبطه مع الراجل ده، انا مش عارفه اعمل ايه. ده محتاج حوار بقى، الراجل الملخبطك ده محتاج حوار. في سوره النحل، وجادلهم بالتي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيلي وهو اعلم بالمهتدين. يعني ربنا بيقول لك لو الموضوع وصل انه بقى غلط والمشاكل كتير، يعني ايه حوار بقى، تعالى نتكلم، لا انا هنا واقفه، هتبقي حازمة بدينا من غير شدة، كفاية بقى لين، لا كفاية لين بقى خلاص، كفاية تسامح، اه كفاية تسامح، لا انت قررتها، اه هنجادله بالتي هي احسن، ونكلمه ونقول له غلطه، ونقول له لو سمحت الغلط ده ما يتكررش، ولو الغلط ده اتكرر انا مش هسكت المرة الجاية واكيد هزعل طبعا. خلاص حزم، حزم مش شدة، عايزين نفرق بين الشدة والحزم. الشدة يعني على صوت، يعني اتكلم بعنف، يعني اتطلق، اتكلم بطريقة وحشة، وعبر عن مشاعر الضيق بطريقة تسبب للي قدامي ضيق. انما جادلهم التي احسن، يعني اتكلموا بالراحه كده، ولا الكلام ده انا مش موافقه على الاسلوب ده في التعامل، وخلصت وتقفي لغايه ما هو اللي يقعد يحاول يستجديك، يعني اذا كان عايز، اذا ما كانش هيك بقى قيمه عنده قوي ومش هيهتم قوي يعني بزعلك ولن يبالي بزعلك، يبقى حضرتك ليس لك عنده رصيد بين قوي يعني. ما كده انا لو حد غالي عندي وكان بيحسن الي سنين طويله، وكنت بتقفي جنبه في مواقف صعبة، وكنت بتصحي الصبح بدري عشان تفطري، وكنت وهو زعلان بتجيبي له عصير عشان يهدى، وكنت مثلا بتجيبي له هدية كل فترة وبتعبري له عن مشاعرك، وكنت مثلا بتبادري انت بإظهار الحب والمحبة والود واللبس والدلع والحاجات دي كلها، أكيد ده هيعمل لك رصيد عنده. فيوم ما تزعلي بقى لا هيقولك ازاي حاك عليا. طيب لا أنا مش عاملة الرصيد ده، انا مش عامله الرصيد ده عند زوجي خالص، وكتير يقول لي الاسلوب في لبس ده مش عاجبني غيريه، مفيش. كتير يقول لي اللون ده ما بحبوش وبلبسه، كتير يقول لي انت مهتميه بالحاجه دي اكتر مني، وبقول له عادي جدا وانا كده ودي طريقتي كده، مش فارقه معايا رايه خالص، يبقى كده انا كده ما عنديش الرصيد، وكمان صوتي عالي وانا ما هو موجود في البيت، ويعني عامله مشاكل ومش معرفه رب العيال، فالعيال كمان طول ما هو قاعد في البيت متعكن عليه من العيال، يعني انا كده رصيدي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم كده صفر. فطبعا لما جزع الوطئميس هيقول لي ايه؟ اتفلقي. طب في الحاله دي بقى هعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟
هتخانق كمان، هي يعني هزود المبلغ لطين مش كفايه؟ لا انا اكيد طبعا في الحاله دي هبتدي اعمل رصيد بقى، هبتدي بقى اشوف ايه الحكايه دي، ليه انا مش غاليه عنده؟ هتقولي لي انا بعمل وبعمل، واضح ان اللي انت بتعمليه ده كله مش هو ده اللي عايزه، يعني انت مقضيه يومك وهاريه في نفسك كده عشان حاجه هو اصلا مش عايزها منك. هو كان عايزك تطبطبي عليه، مش عايزك تحللي مشاكله. هو كان عايزك تكلميه بالراحه، مش عايزك انك انت تطلعي فلوس من جيبك وتديها له. هو كان عايزك انك انت تقومي تلبسي حاجه حلوه وتعملي اكله حلوه، مش عايز يقعد يتناقش معاكي يعني ويشوف، وانت تشوفي له بقى حل والكلام ده كله. يعني انت ماشيه في الاتجاه المعاكس. طب اعمل ايه لو انا فعلا كده؟ نبتدي نتعلم ونقطه من اول السطر خالص، ونتعلم كيف نبني رصيد عند الزوج، ودي بقى لها موضوع تاني بقى انا بنتكلم فيه. طيب فيعني المشاكل الزوجيه تقبليها، بينكم مواقف كتير عن غيركم، بينكم تعارض مصالح عن غيركم، فالعلاقه الزوجيه بتحتاج يا جماعه على صبر مع الاستعانه بالله. ما فيش داعي للتسرع وقرارات الهوجاء، وتكرار الغلط يا جماعه بيقلب الحياه جحيم فعلا. فنحاول بقدر الامكان ان نلاحظ الزوج ده بيحب ايه وما بيحبش ايه، وننفذ اللي هو عايزه حتى لو الكلام ده مش منطقي. يعني مثلا انا بسمع حاجات كده عن كلام النرجسيين من الناس بتوع السوشيال ميديا، انتوا تسمعوهم تقول لك اصل الزوج النرجسي ده عايزك بتدوري في فلك طول النهار. طب ايه المشكله حضرتك اما ادور في فلك زوجي طول النهار؟ ايه الكلام الهري ده؟ معظم الستات اللي بتتكلم عن الزوج النرجسي مش ستات بجد، بيتكلموا بطريقه كانها مثلا يعني طفله، والمفروض ان الزوج يديها من غير ما تديله حاجه، والمفروض ان الحياه دي يعني الراجل ده هو يصرف بس كده، احنا جايبينه يصرف بس علينا. الله، طب فين هو ايه المشكله لما يبقى جوزك عايزك ليه لوحده وتتفرغي له لوحده؟ امال حضرتك هو متجوز ليه؟ خلاص ما متجوزش بقى، ما هو اصلا متجوزك عشان عايز زوجه ليه لوحده، مش عايز واحد صاحبه في البيت، مش عايز يربي واحده بعيالها، ما هو مش عايز كده. فيعني فكك خالص من اللي بتسمعيه في الميديا ده، ده خراب بيوت مستعجل، ودول ستات يعني فشله وبينقلوا فشلهم، قال يعني هي كده تعافت، قال يعني كده هي نجحت. ولا واحده فيهم متجوزه واتحديكي، ولا واحده فيهم عرفت تعمل علاقه حلوه مع زوجها وجايه قال ايه تنصح. طيب لو انت بقى عندك مشاكل يعني مش عاديه، لا المره الجايه بقى ان شاء الله نكمل باذن الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.